المسألة 2:45. المسألة بتقول ايه؟ small differences in gas pressure are commonly measured with micromanometer. الفروق الضغط الصغيرة بنقيسها بجهاز اسمه المايكرومانومتر of the type illustrated in figure B2.45، زي الشكل اللي موجود قدامنا ده في figure B2.45. This device consists of two large reservoirs, each having a cross-section area of AR, which are filled with a liquid having a specific weight, gamma 1, and connected by a U-shape of cross-section area ET, containing a liquid of a specific gamma 2. يبقى احنا عندنا خزانين، ادي خزان اهو، تمام، ده اللي هو بيأثر عليه البريشر الاولاني، وادي الخزان التاني بيأثر عليه البريشر التاني، اللي هما الاتنين ريسيفوار بتوعنا دول. الاتنين ريسيفوار دول متوصلين بأنبوبة، تمام، على شكل حرف U. الاتنين ريسيفوار دول فيهم نفس الفلويد اللي هو جاما 1، والأنبوبة فيها فلويد تاني اسمه جاما 2. طيب هو بيقول ايه؟ when a differential gas pressure B1 minus B2 is applied، لما يحصل تغير في البريشر B1 ناقص B2 هيحصل differential reading، هيحصل تغير في الفلويد اللي هو جوه ده. طبعا الخط الاسود ده اللي هو الخط الاستواء الاولاني، فهيحصل تغير معانا ايه؟ قيمته H. It is desired to have this reading sufficiently large so that it can be easily read for small pressure differentials. أهو عايز قيمة الـ H تبقى كبيرة عشان تقدر تتقري لو احنا عندنا ضغط B1 ناقص B2 صغير. When the ratio area AT على AR is small. لو كانت الـ ratio بتاعت الـ area هنا دي الـ AR، وهنا دي الـ AT، فبالتالي لو الـ AT اللي هي صغيرة على AR اللي هي الكبيرة، المقدار ده small، and show that the differential reading H can be magnified by making the differences in a specific weight gamma 2 ناقص gamma 1 small. وقول لي كمان ان قيمة الـ H اللي هنا دي هتكبر كل ما نقلل gamma 2 ناقص gamma 1. اثبت لي الكلام ده. assume that the initially، افرض ان احنا في الاول B1 بتساوي B2، and the fluid levels in two reservoir are equal، تمام، والفلويد ليفل هنا متساويين. يبقى احنا عند البدايه هنا الفلويد ليفل هنا متساويين، وبالتالي الليفل بتاع الفلويد اللي تحت ده برضو متساوي. بعد ما بيحصل تغيير عندي الفلويد ده بيطلع لفوق شويه مقدار قيمته دلتا، والفلويد اللي هنا بينزل بمقدار قيمته دلتا، وهنا الفلويد ده اللي هو جاما 2 بيطلع اتش على 2، والفلويد الناحية التانية بينزل اتش على 2. هبص على نقطة التساوي بتاعتي. طيب نقطة التساوي فين؟ عند نقطة 1 ونقطة 2. طيب المعادلة يبقى أبدأ من البي 1 هنا، يبقى أنا البي 1 هنا، وبعدين هنزل من على من هنا. طبعا انا بتكلم في الحاله الثانيه دلوقتي، فانا السطح بتاعي نزل بمقدار دلتا، فالارتفاع ده لحد هنا اهو بيساوي ايه؟ بيساوي اتش 1، وضيف عليه الجزء ده، الجزء ده اهو اللي هو اتش على 2، واطرح منه الدلتا، تمام، لانه من هنا لحد هنا. طيب وبعدين نقطة 1 هي أنا كأني واقف عند 2 دلوقتي، فأطلع لفوق، أطلع لفوق عند 2، يبقى إذا جاما 2 في الـ H دي بس بالماينس لأن أنا طالع لفوق، وبعد كده أطلع جوه الفلويد التاني، أطلع جوه الفلويد التاني، أنا هطلع المسافة قد إيه من هنا لهنا؟ طيب المسافة دي بتبقى إيه؟ هتساوي H 1 زائد طبعا شيل واحد، شيل منه اتش على 2 الحته اهي، ويضيف عليه الدلتا، يبقى اتش 1 ناقص اتش على 2 زائد الدلتا، ده كله بيساوي البي 2.
يوم يجيب. انا كده وصلت للمعادله بتاعتي، هصفي المعادله، هبص الاقي عندي جاما واحد اتش واحد هنا وماينس جاما واحد اتش واحد هنا، هيروحوا مع بعض، وعندي جاما واحد اتش على اتنين، وعندي ماينس جاما واحد في ماينس اتش على اتنين يعني بلس اتش على اتنين، يبقى اذا جاما واحد في اتش، وعندي الناحية دي جاما واحد في ماينس دلتا، وهنا ماينس جاما واحد في دلتا يعني ماينس اتنين جاما واحد في اتنين دلتا. تمام، يبقى انا عندي جاما واحد في اتش وجاما واحد في ماينس اتنين دلتا، واديهم الناحية التانية بالإشارة المخالفة يبقوا ايه سالب اتش واتنين دلتا. يبقى اذا بي واحد ناقص بي اتنين بيساوي جاما اتنين في الاتش زائد جاما واحد في ماينس اتش زائد اتنين دلتا. طيب يبقى اذا دي العلاقة ما بين التغير اللي حاصل لو انا حصل لي تغير هنا بي واحد ناقص بي اتنين، هيطلع العلاقة كده. طيب كويس، الاحظ ان العلاقة ايه، العلاقة ليها علاقة بالفلويد اللي فوق وليها علاقة بالفلويد اللي تحت، عندي جاما اتنين وعندي جاما واحد، ليها علاقة بالديفرنشال ريدنج اللي حاصل اللي هو الاتش ده، وليها علاقة بمين، بالدلتا اللي حاصل فوق. طيب انا مش عايز اخد الدلتا اللي حاصل فوق ده بالاعتبار، يعني مش عايز ده يبقى موجود معايا، تمام، وعايز تبقى الاتش هي المعبرة عن قيمة التغير، عشان خاطر لما اقرا من تحت ما اقراش الجزء اللي فوق. فبعمل ايه؟ بعمل اللي فوق ده زي ما احنا قلنا خزان كبير، القطر بتاعه يبقى كبير اللي هو ال AR ده يبقى كبير جدا، واحط تحتيه انبوبه قطرها صغير بحيث ان ال AT على ال AR ده يبقى ايه؟ يبقى سمول. طيب انا طبعا اللي بيربط ما بين الخزان وبين الانبوبه اللي تحت ده الفوليوم، اللي بيربط ما بينهم ايه؟ الفوليوم. طيب الفوليوم اللي هو مسحوب من هنا هو اللي بينزل، اللي بينزل هنا، تمام. طيب ايه الفوليوم اللي نزل؟ انا عندي الفوليوم هنا قل نزل دلتا، وهنا الفوليوم اترفع دلتا، يبقى اذا الفوليوم بتاع ال AR في 2 دلتا. طيب هنا الفوليوم نزل اتش على 2 وطلع الناحيه دي اتش على 2، يبقى اذا الفوليوم هنا بيساوي 2 في الاتش، يبقى التغير اللي حصل في الفوليوم اللي هنا هو التغير اللي حصل في الانبوبه، فبالتالي هيبقى AR في 2 دلتا بتساوي AT في الاتش. هبص كده هلاقي عندي ايه ال AT على AR، هو قال لي ده ايه الموضوع ده فيري سمول زي ما هو قال لي كده، فده بما ان ده سمول جدا فبالتالي 2 دلتا على اتش ده هيبقى ايه؟ هيبقى برضه سمول، يبقى اذا 2 دلتا هتبقى سمول جدا بالنسبه للاتش، فاقدر اعتبر ال AT اقدر اعتبر ان الاتش هي الدوميننت، هي القيمه اللي انا اقدر اشتغل بيها واهمل 2 دلتا من خلالها. فبهاجي في المعادله اللي فوق دي اهمل 2 دلتا، طالما اهملت 2 دلتا هنا فهتبقى جاما 2 في الاتش ماينس جاما 1 في الاتش، اقدر اخد الاتش عامل مشترك فتبقى جاما 2 ناقص جاما 1 في الاتش. فبالتالي انا اثبتت النقطه الاخيره دي اللي هو بيقول لي ايه، اوجد العلاقه. فبالتالي هي دي العلاقه ما بين جاما 2 وجاما 1 والاتش. هو بيقول لي ايه، اتش كان بي ماجنيفايد باي ميكينج ذا ديفرنس ان سبيسيفيك ويت جاما 2 ناقص جاما 1 سمول. انا اقدر كده بالعلاقه دي كل ما اقلل جاما 2 ناقص جاما 1 قيمه الاتش هيحصل لها ايه، هيحصل لها انكريس، هتزيد. طيب انا ليه عملت كده، انا عندي الدلتا بي بتساوي المفروض الفرق البريشر عندي بيساوي جاما اتش، فانا مش هقدر اجيب فلويد الجاما بتاعته تبقى صغيره جدا بحيث ان هو ايه يديني اتش كبيره بالنسبه للفروق صغيره، يعني انا الفروق اللي عندي هنا سمول ديفرنسز، فبالتالي انا محتاج فلويد يكون خفيف جدا، يعني الجاما بتاعته تبقى صغيره علشان خاطر يديني ارتفاعات عاليه، فما اقدرش اعمل كده. لكن بالطريقه دي او بالفكره دي اقدر اجيب اتنين فلويد قريبين من بعض، تمام، قريبين بعض يعني الجامات بتاعتهم تقريبا قريبه من بعض، فلما اطرح الاتنين يدوني قيمه ايه مناسبه اقدر استخدمها. طيب الاتنين فلويد قريبين من بعض دول ممكن يبقى مثلا ميه عاديه، ميه مالحه، هتلاقي الفرق بينهم صغير، او اتنين فلويد تانيين يبقوا قريبين من نفس الحاجه بحيث ان هم جامعه اتنين ناقص جامعه واحد ده يبقى ايه سمول ديفرنس، فيديني اتش ده ايه اقدر اقرا.